بسم الله والحمد لله وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. وحين كسو جرني سلسلة أمهات المؤمنين ما أنتو حين كهضينا مد كمذا هو يوينك وقوقا لسنا يا حبيبكنا أمك هيك اللي يدهضو الصديقة بنت الصديق، العتيقة بنت العتيق، المبرئة في كتاب الله، حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم. ما تشرو سفوين كاقر قروح تبضان رنشيك تدي رنشيكوه دالي نار تتي لغو حريي اكي نار تلغو حريي دالي تي كتابك إلهي لغو سو بريه يلي تي او جعلا كي الله جعلا. من هي أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وحين كهضينا معناتها تاريخ نولوليت كي قروح ضبطنا إيه هو يدين عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها وأرضاها. عائشة وحي كم إذا هيد رير تيم رير كي لو يقانى قريشات وحي محي هاتي كردالتي مقالة مكة سنة كي شناد إسلامك نبي مركي لصو صاري شان سنضود النبيها أي دلتي عائشة رضي الله عنها وأرضاها. هذين دول استاغنوا لبدا قفيت دلي أبهدو حوها أبا بكر مينكا كما ورمي كارينو فضلي قوا أبي بكر لها. نبي صلى الله عليه وسلم حيري حتان أمطي ذيالان يو صاحب أما خليل وحان كاردغان لها أبي بكر لكن وحاك فضلي بدن ولالتني ماذا إسلام كأيان اسكو قبنا. نبي صلى الله عليه وسلم أيامه كيردي سوسودا واتي وكيري الباب بدأ مساجد كودن هلغا حرو إلا بيت أبا بكر موياني ومطي ذو حوق فضلي بدن أبي بكر أيوري. نبي صلى الله عليه وسلم فضائش أولي هاي أبي بكر لمسو كوبي كرو مركو چاندا قليو تطبع سيدادة الباب چاندا بحكونا أني غيغا سوقل أني غيغا سوقل أبا بكر أبهدو حوها سحابي غاوين إجليكا رسول كنا وتضوج على صلى الله عليه وسلم هو يذن وحل أورنجر أم الرومان أو النبي يقول نك أي فرحة كلينيسو إنه أركه حور العين تمر كحور العين تجندا أو دلك شوكته نك دوني إنه أركي فرحة كلينيس هاي أم الرومان أو عائشة هو يذن لبضع قف أيوة ناكسن أي واحد لين حبيبة حبيب الله عائشة بنت أبي بكر الصديق ولا لا يلا عايش وحيد إني يردوبا أو دير أو آذو عد وكي نبي كورن تريا حميرا تي عدي أو كلي أي أوليغانتا عايش وحي كوكورتي كوريغا دعوذيت كوريغا نبيغا لوغا كركارو لبدا قفي ونكسن إدين تيلاهي ليستاشي نبيغا أيا دالي مركيغا دي دادي دي تدوي تشركا وحد عضي سيدا أورينا يا إمام الترمذي في جامع الترمذي كتاب كيساس نبي صلى الله عليه وسلم حيري وحلاقي كان قبر قبل الملك الجبريل باقي كان مرا حرير يسوق قبر كسيدا ريو يعني مركزو كقاضي نبي مرضي في كبداهي بو كقاضي وحي نقطي عائشة سكولي هذه زوجتك حتى أنا مر لبعض حبين لبعض سوق كسيدا قطيفة حريرة هذه زوجتك وعائشة هدنا هبين ستحاد وهبين كان ستحاد حكولي هذه زوجتك في الدنيا وفي الآخرة. فكان نبي بوحو لهدي إلهي حكي سيغلطوني إلهي بسعود سين دون مركا لما تخديتي نبي بوحو كور سدي زوجة بنت زعمة ووقبي مركا كدي مدو مركا رياضة سكسو نقطي سحابية بودر صدي نبي صلى الله عليه وسلم وتقولي أبي بكر أتك وأشهد إن الإنان تورشدون يا عائشة runtii waxa la yiraahdaa markii si yareed iyadoo maalin oo Yesu nigu soo galay ka hor intan ka hor wuxuu arkay iyadoo isu xuriya ku dilay sitii hooyaday soo hooyadeed ku dhahay ga dilin Aisha ee ilaali walaalayaal Aisha gabadhi baa u timid saxaabiyada ahayd Abi Bakr oo maqan Umar Roman si ku tir khayr baa idin soo galay sitii maxaa dhacay Umar Roman waxay tiri nabigi Ilaahay baa idin ka doonaya inantii Aisha
way faraxday umar roomaan runtii inuu nabigu ka doonay inantooda ka bacdii abibakar umqanaa bay sugeen abibakar baa imisay kuta kheyr baa inoo soo galay nebigii baa inaga doonayaa inanteenii caaisha carabtu waxay lahaayeen dhaqan bay lahaayeen inantu markay dhalato reerka inani u dhalato inan baa doonan jiray nin kaloo dadkii quraysheed ka mid aanu muslim ahayn ayaa inantan soo doontay markay dhalato yidhi waxaan u rabaa inankayga jubeyr abibakarna islaamka ka hor iyo islaamka kadib weligii kamuu bixin ballan wuxuu u tegay radiallaahu canhu inankii reerkii buu u tegay markaasuu ku yidhi inantaydii guurkeegii maxaa ka dhamaadeen odaygii inanka dhalay buu ku yidhi wuxuu yidhi hooyadii inanka la hadal buu ku yidhi aniga hayla hadline maadaama xilliga ay ahayd xilligii nebiga lagu kacsanaa iyo muslimiinta islaantii baa tidhi ma inankayagan uu u dhisnaa inantaada balaayaha noo soo hoyatay adigoo diintii maxamed sita intuu farxay buu kuri waad mahadsantihiin maadaamaad ifasaxdeen guurkii adiga fasaxdeen sidaasii ayuu caaisho ugu meheriyey rasuulka sala allaahu calayhi wasalam waxaa lagu meheriyey 500 oo dirham meherkeegii kadib nebigu lamuu aqalgelin oo hijradii baa kasoo dhex gashay maalin maalmaha ka mid ah iyadoo xilli duhura ay tahay ayaa waxaa soo galay nebiga kusoo garacay albaabka reer abaabakar markaasaa isagoo isqarinaya nebigu sala allaahu calayhi wasalam maadaama qureyshi ay dhibaato fara badan xilligaa nebiga ku hayay ilaahay baa ina soo amray inaan ka baxno maka madiina tagno oo maxay haatay adiguna adi raacdid oo suxubad adila sii saaxiibtid hijrada waxaata aabbahay dhulkaa lagu igaadhay farxad daraaddeed inuu nebiga la safrayo kabacdi reer abaabakar waxay ku lahaayeen rukni aad iyo aada weyn hijrada rasuulka sala allahu calayhi wasalam abibakar laba rati buu diyaariyey cunto iyo raashin buu saaray wixii ay qaadan lahayn oo dhan buu saaray radiallaahu canhu way ambabaxeen markay sii ambabaxayeen caayishii waa 7 jir laakiin lahaa caqlun cadiim waxay lahayd caqli aada iyo aada u fara badan waxay tidhi ilaahay haydi nabadgeliyo nebigii ilaahay iyo aabbahayba nebiguna wuxuu ku yidhi ilaahay ow safarkayga wehel noogu noqo reerkaygana khaliif nooga sii noqo sidii bay ku ambabaxeen siirada rasuulka waynaga ku haynaa reer abaabakar godkii markay galeen nebigii abibakar radiallaahu canhu wasala allaahu calayhi wasalam waxaa dhacday inamadiisuna iyo inantiisa asmi ariga intay ku agdaajiyaan bay cuntada halkaa ugu geyn jireen oo way ka warhayeen sidii bay ku tageen mar dambe caaishi kasoo daba hijrootay iyo reerkii oo dhan sanadkii labaad ee hijrada shawaal ayay aqal galeen caaisha iyo nebigu sala allaahu calayhi wasalam caaisha intii hooyadeed soo qurxisay oo maxay haatay ay soo hagaajisay ayay u keentay rasuulka masay kutay ilaahay kuu barakeeya reerkaaga ya rasuul allah waxaa la sheegaa in habeenkii arooskayga nebigu caana cabay uu iyadana cabsiiyey waxyaabaha halkay markay ka qaataan in habeenka arooska wax laysa siiyo sawjiinku walaalayaal waxay la midowday khayru khalqi illaahi muxamedin sala allaahu calayhi wasalam xayaatihaa maca rasuulillaah siday nebiga ula nooleyd baynu ka sheekeynaynaa waxay ahayd khadiijo marka laga reebo sawjada uu ugu jecel yahay nebigu sala allaahu calayhi wasalam yaraanteeduu nebigu ilaalin jiray maadaama inan yar ahayd oo 9 jir ah nebiga waxay la nooleyd 9 sannadood 9 jir buu ku guursaday 18 uu kaga dhintay 9 sannadood waxay ku nooleeyeen jacayl nebigu aad iyo aada buu jeclaa caaisha hadday xanuunsato kamuu seexan jirin wuu sheekeyn jiray akhlaaqiyaadka dumarkiisoo dhan bay ka mid ahay laakiin iyada uu kasii jeclaa saliid buu jirka u marin jiray caaisha habeenuu maalin safar lagu jiray oo tax ka lumay safarkii oo dhan buu joojiyey nebigu sala allaahu calayhi wasalam si taxeegii loo helo caaisha iyadoo la ciyaareysa ciyaartay jeclayd oo wuu ogolaa nebiguna iyadoo la ciyaareysa hablo yaryar ayuu usoo galay rasuulku sala allaahu calayhi wasalam sukuri yay haayeen kuwani mseti waxa weeyaan fardihii nebi suleymaan maalin kale waxaa la sheegaa iyadoo hablo la ciyaareysa oo dhooqa iyo wax ku ciyaaray inay is-uskagaysay ayay hooyadeed aragtay intay soo kaxaysay ay u maydhay bay u geysay rasuulkay ku tiri ilaahay reerkaaga kuu barakeeyo markay ka baxday bay isku qosleen iyadiyo rasuulka sala allaahu calayhi wasalam
نولتي وقروح ضبطنيت بيلقى ذاتي حبيبك صلى الله عليه وسلم. دورها في جهاد هذين كورنا دورك أي كل هاي جهادك. وحول أنس بن مالك وحن أركي عايش أو حجابك أتكيستي ومحيه تدعوة ولص عرار سبي يعنته يديمه تقالك أحد وحيك لو يكقيبك شيء قسوة الأحزاب كي مسلمين تدبتي كبضتي صففك هريقا دي جهادك مركز عمر بن الخطاب ساقو إسلاء هدي وحكاران النبي كي يحسوك أريدونان أو النبي كي أدبوك على أيو كوري ناقو كبري هاي وحتى هاي كبر ديراني وحي تدعانان تو عمر يعانان تاي وحن جعلان لها يدو دول كي لقو وحي كاقايبك شايو كالي غسوة دي بني مستلق اللغو يمتحامي نمر كالنبي كي رتيقا وحلو ساري جري وحجابي دحكالان كبعدي ضوبا كلومي وحنا يدمر كحدان أما سيلس أما كعن ضو أذقو أي كلومي كبعدي وحي وحي أصو نقطي إن الدوغة جسوا بعده وحلا مودين كشرت ماشي دي ولا دقائق ويسو نقطي عايشة رضي الله عنها وأرضاها وحي ويدي أدب ما شوكته جيت بيسايس كجهوستير ستي ويكو يرجع معذي وحصو مري ماشي سحابي قوينة شليل كاي الصفوان لأورنجري وأركي مركو أركي عايشة لهرودة وسيجت سيدي سحابي قاسي سنقدي بيكو كعضي إساقا صوق هذا انتبا لغا سمي بين أبورت كيوينة حادثة الإفكي إنا كونكو سي ديرانين مركي بوحي بومبون وركي بين أبورت كي بومبوني مسلمين تيو دانو قاري كوري مدينة كاميدا إلا والوكو شكيساني أيا وحي كانتاي إنو النبي كو كهاجر كوريسي صلى الله عليه وسلم وحي حتى وإلا هذا محيد إغا دونيان داد كان ربا إن محيها تي غير كي قاعد باتيا إلهي حكمة ديسا سيو إلهي وكلا شان دايا وحنا أبرو مجتمع مسلمين تا النبي كو ربيني أيا لا امتحامي كوريسي رسول كواكيلها صلى الله عليه وسلم ومطا وحاوي امتحان بدن الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل ثم الأمثل يعني ودك النبي ذا وقو لباته بدن يعني امتحانك وحكو حيقة صالحين تا وحكو حيقة كوكو سوحيقة وحكو حيقة كوكو سوحيقة ولا ليال شاكا مركي هالكا مري سعايشي وحيت وي ويدي وهم بي ويدي فربضن 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 إلهي بي بريسي إنو إلهي هبيني مالين رنتان وعاديو ولا ليال مالين تي دنبي وحسودك تي آياد وإلهي كبري إلي عائشة رضي الله عنها وأرضاها وحيري إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم كو إذن لإمد بين أبورتك وكوح إذنك إذنك مذا بوري لهي هؤما لينينا إنو شر إذنيه إوا خير أو امتحان وامتحان كنا نأجر باك دنبي قف كستانو وحوليه هاي دنبي إنتو يعني صحابة قار باسي بومبوني إلا مركي دنبي حد لغا شر قار كود وحسان بن ثابت مستح صحابي لورنشري وحلغا شر حد كإنتي آيه ولا ليال وحي تر عايشة اسمان لحين إلهي با قرآن سودة شندونا أو كوكو بريئي لدونا هاتينو كورا نو عايشة علميجي عايشة وحويا أدونك أردن هداليسكو كي هوريتايا دنباتي وحوري إمام الزهدي هدي أدونك دو مركزو مري أردن من آدم إلا يو آخر الزمن كاليسكو كي علميجو كوردن إي عايشة علميجي عايشة علميجي كبدا علمي هرت لغوشي غيوكو إلى هاي سودجي علمي غانا قف أغا علمي بدني ميترين وحيك بحضي مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم أما جامعة محمد صلى الله عليه وسلم عايشي وحي هيدو فدايشي ذا كاميدا واقبال كلياتا إي وحي غوكو سودجي جري نبي غيدو قول لهوان دومار كالوردان ميلا هاي سيدا كليديت أيوكو سودجي جري marka waxa halkay cilmiga ka keentay nabiga mar walba ka qoreysay wixii ku soo dega walaalayaal waxa laga saxaabada kun ka badan ahadiis ka wariyay waa dhowr saxaabi
لكن إياد وحي كورسي النبي صلى الله عليه وسلم لبكن إياد لببقل إياد طبان حديث إياد أقوب بضان حديث إياد ورسي وحي كم إذا هاي تطبذي سحابي أقوة وينا حلقة كفتيون جري وليبا إياد أقوسيه الرسي ابن عباس مركز مسألة لويدي يوحورين جري مياسو ويدي سين عايشة ها محايدي انتر واسدة واسدة عايشة تري ماتشي روبا ليري قف كيقاني قرآنك قف كيقاني السنة رسولك صلى الله عليه وسلم قف كيقاني دبقة عافماتك ماتشي رو قف كيقاني أقواشي عربتا إيو قبيضي إيو حاصلن وحيري وحلويدي إمام بلويدي عروة بن الزبير كورن بلويدي دحالك إن سيدي وعايش كوهي وحلو والله وحن سوتغنا كبار صحاب محمد يعني الشيوخ دي واوين الصحابة دي واوين النبي محمد أو إيضا إسكولا إيمانيا أو ويديني مركا عايشي أدونك وحي كبو حسي علمي انتي دنبا وحي سوك أدي أهدي أبهد أهدي عمر أهدي علي أي سوك أدي والله ليال عايشة وحا أقواشي دي كمدها عانكها قفكو يا نسوتشي دين هتانو هين مسافر أما قف كورسدي أو عروس قف كيدونين وإلهي خير لكل كيسة وسيهر ومرسدو نفتيسة دنبقة كيري وحي تري دمركا قبعدا كشاقيسة توسني دي نفتي ذا تنين كيغا يتغير كيغا يتمجتمعيغا إلهي بعرش الرحمن كسو هذا القادة وأقواشي أي أورنجرتي وحي هيد ساهدة دوين عروة بن الزبير إمام كاويني وحلو حنسو تاغنا إيادو تطباتن كون أو درهم لو كاني أو محاي هاتي ساو كلا قيبسي إيادو وليبا توب كيغا أي حدان تهي ميل والبوكا كركرية أدون تنكا ميل هاي المسلمين تو بري جيدان بي وحاي هلين لعقب فربادن لكن عايشة وحاي سكاقا نولي نولوشي بسيط كهي دي نبي وكو تربية دي صلى الله عليه وسلم معاوية بن أبي سفيان أيو سوري بي بقول كون أو درهم عصر كيلا مي قارن كما ديو شغيم ساكتري يا أم المؤمنين عائشة هتا دي نقرب لهيد وين درهم أينو هيد بسي سنكا ورا قصي كتري انتنا نينو بحيي با إنو سي تالا يعني قف قوحو اللبحو وحاسا وحوه وحاد عمتي وحبكو ماه أضاعوني لك وحي لها يتسي أغلي غطو أيا كويا لا تات سيدا سيكو فكري أيا أحايا وحي هيد ساهيدد وين أدونك كساهيدي وحلل السند كأنتي سبضن ويسوم كرتي عائشة بنت أبي بكر الصديق وحللي هبينك وحي هددك وقلت هاجني ذا بضن إلهي هرتيسة وحلل الشيء تراويح ذا دمر كالنبي صلى الله عليه وسلم إيه ذا توشين كرتي وحي هيد حافظة لكتاب الله صلى الله كتاب الله يعني ولا ليال عائشة بنت أبي بكر الصديق فضائشة إلا ذي وحكم ذا يذو النبي الله شفتا أيو ملك الجبريل إيميد كسوكو ليغو صلاة عائشة سوكو لي نبي وحكو صلاة يا ملك الجبريل وحي تري وحد أركيسا رسولك إلهي وحانا أنكو أركين نبي قولة برتا من شري وحالا شاقي إنو نبي كويري يذو ير أيو لبرتا من يذا كبادس بريكي دنبيع صلاتي أيو نبي كوري لبرتا مركزو كبديي مرغسو كل تلك بتلك تعيتي سكتور عايشاي وحيو يقاني النبي قد بيعدي صلى الله عليه وسلم حكوي لي مركدي قح ناقصن تهاي وانكو يقانا سيكو ترسيدا دي تقانا يا رسول الله وحيو يلي وحنكو قو أقانا مركد أني قيقو فرح سنتهاي وحتى هذا ورب محمد مركد لكن إيقو حناقصن تهاي وحتى هذا ورب إبراهيم مركام سيكو تري رنبات شكت يا رسول الله هوايت كلاو aya waxay aronaysaa Aisha waxay ku tiri rasuulka yaad ugu jecelahay dumarkaaga soo kuuri anigu adiga ayaan kugu jecelahay waxay ku tiri markay hadhow isku yimaadaan dumarkaagu waan ku weydiinayaa ka jawaab haye mu kuuri rasuulku sallallahu alayhi wa sallam timir buusiye waxa ku tiri timirta haa Aisha oo cidna hay iskaga sheegay inaan ku sii inaan adiga ku siiyay mooyaan cid kale iskaga sheegay haye bay ku tiri تمر كيسي ودم نبي كسو مري ميد ولبا تيمر بوسي حكو لا اسكا شيغن ميد كاستا تيمر بوسي بركي لا اسكو يمد بي عايشو يسير عجمني ساكو تري يا رسول الله يا دوغو تشاش هاي دو مركاغا
markaasuu yidhi tan timirta siiyey baan ugu jecelyahay. Gabar kastaa way faraxday oo waxay is tiri adigu ku jecelyahay nebiga sala allahu calayhi wasalam. Beri dambe la iswareystamsita berigii anuu nebiga timirtii siiyey. mid kasta waxay ku taana weysiiyaan na weysiiyaan say tiri maa axkamaka yaa rasuul allah, rasuulka ilaahayow maxaa kaa xikmad badan, nisfu qarni ayay ka buuxisay adduunka cilmi oo ay macalimad bay hadweyn oo dadka bartaa si ay nebiga uga sii gaarsiiso sala allahu calayhi wasalam, maadaama ay nasiib u heshay inay in badan bacda nebigii ay noolaato. waxay xanuunsatay caaisha bintu abi bakar isidiiq xabiibatu xabiibillaah 18 hijriyada waxay dhimatay ramadaan 17-keegii. maalintaasi waxa la yidhi waa la iskala garan waayey. abaa hureyra ayaa ka qayb galay aaskeegii, wuxuu yidhi dadkii iskugu yimid farabadnaantoodii waa la iskala garan waayey habeenkaasi markii la aasay ummulmu'miniina caaisha. waxaa qabriga dhigay inamadii walaaladeed dhaleen ayaa qabriga dhigay. halkaasi ayay nebi ilaahay iyo nebigeegaba kula kulantay. حبيبة حبيب الله صلى الله عليه وسلم.